شو عامل حتى ماسكينا سيدي؟ هاي مرتي ام نجيب. يعني اذا مرتك ما بتمسكوها سيدي؟ اما اقول لك مرتي ام نجيب بديت روح من مشي احسن ما اعمل لك غربال يا هاني. ها اصحابك بالغربال اصحابك لو بيت الغربال. دقي الباب ام نجيب دقي. دق انت، انا اول مرة بجي مو حلوة. لا تصيري غشيمة، انا ما بعرف دق عن هذا، اذا دقيت بفكروني جاي كبسة. دقي لشوف. طيب. مين هالنواعم اللي جايين هلا؟ اوه لا اجري ناقصه علي. مرحبا مدام بوران. اهلا سيدي، جبت لك 100 يمين و100 عظيم. اني انا اول مره بشوفها. معلومه اول مره بتشوفيها. حرمتي ام نجيب، تفضلي يا ام نجيب. ابو نجيب من زمان حابب يعرفني عليكم. لا تاخذيني، جوزك على طول مصرصعنا، بيطب علينا فجاه بدون تنبي. تصوري يا مدام بوران، اذا كل واحد بدي حذره قبل ما اكبسه نص الجرايم ما بتنكشف. لا تاخذيني يا نجيب، لا تزعلي مني. قولي. ايدي على راسك، انت مرته عن حقها ولا جايبك طعمنا؟ يخرب بيت قلبك، شو مجروحيه يا مدام بوران، الواحد بجيب للطعم سمكة صغيرة مع حوت أزرع. يا عليك نكتك بايخة. ست بوران، سمعنا إنه ابنك مرضان، سلامة قلبه، اجينا نطلع عليه. الله يسلمك ويسلم قلبك إلهي، بتشبهي كتير لأبو نجيب، شو ولاد عم أنتو؟ سيدي أنا ما تخلي ما بعرفه أنا سيدي ما بعرفه أنا ما بعرفه أنا. لا تخافي سيدي مرتي أم نجيب، سلمي عليها. كراسي بقى تروحي قتل. ام نجيب وجوزها جايين يسلموا على بديع ويطمنوا عليه. اذا هيك اهلا وسهلا. اهلين يا زهره. بديع مو هون؟ راح الدكتور هلا بيجي تاخر، بس من الصبح راح. امسكي لك هي 5 كيلو تفاح، قرطوا قرطوا قد ما فيكم منه. صحتين يسلموا هالايدين، ليش عذبت حالك؟ صحة وانا ما في شيء من واجبكم. تفضلي مدام بوران، الورد للورد. تفضلي مدام، اهلا وسهلا. تفضلوا امي عيب عليكي. شو صار فيكي مدام بوران؟ تفضلوا اهلين. شكرا. تفضلوا. اسلمي كلمتك. اهلين.